صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله في إطلالة صباح الخير لليوم اللي رح نتحدث فيها عن الكثير من المواضيع الهامة التي تتعلق في أزمة كورونا سواء في فلسطين أو حتى خارج حدود الوطن. حاليا وفي أولى فقرات برنامجنا سوف نتحدث عن أخبار الطلبة الفلسطينيين في تركيا وأنشطة وفعاليات تنظم خلال هذه الأزمة من خلال مساعدات معينة يتم توزيعها على الطلبة من جانب دعم وإسناد لكل الطلبة الفلسطينيين الموجودين في الجامعات التركية. للحديث عن هذا الموضوع سوف يكون معنا صوتا وصورة ممثل طلبة فلسطين في جامعة ألتنباش وعضو لجنة المساعدات في الجالية الفلسطينية الفلسطيني الكرمي محمد خضر. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يعني احنا اكيد مبسوطين باستضافتك معنا كونك كرمي ومقيم في تركيا، وبالتالي فرصة لكل احبائك انه اليوم يتابعوك ويشوفوك من خلال منبرنا. نعم صحيح. يعني في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لكل بيت فلسطيني، صباح الخير الى مدينة الكرم وبلدة بلعة. أرسل كل السلامات إلى أهلي في بلدة بلعة، يعني الذي طال غيابي عنهم 4 سنوات متتالية، وأنا يعني الآن في تركيا للدراسة. يعني كل الاشتياق كل الحب إلى مدينتي ودولتي فلسطين. يعني أنا باسمي وباسم جميع أصدقائي طلبة فلسطين المتواجدين على الأراضي التركية نحن بخير ونطمن أهالينا عنا، ولكن بعض الطلبة من أصدقائنا الذي ضاقت بهم السبل والعائلات الفلسطينية تم تقديم لهم المساعدات من خلال جاليتنا الفلسطينية في إسطنبول الذي أطلق حملة خير مع اتحاد فلسطين المستثمر، وتم تشكيل لجنة توزيع المساعدات على العائلات الفلسطينية وطلبتنا الفلسطينيين في الجمهورية التركية. محمد يعني يعطيكم ألف عافية، وقبل الغوص في تفاصيل المساعدات وكيف توزع وآليتها وتحت أي إطار فعليا، حابين نتحدث بالبداية عن أخبار الطلبة الفلسطينيين في الجامعات التركية. فعليا احنا بنعرف أنه نوعا ما تركيا أيضا هناك ضمن يعني حالة معينة من الإجراءات والخطوات فيما يتعلق بأزمة كورونا، وبالتالي كيف الوضع في الجامعات التركية بالنسبة للطلبة الفلسطينيين؟ هل كان في هناك إشكالية معينة في تلقي ممكن الخدمات الجامعية، وهل كان هناك أيضا بديل لهذه الحالات سواء من خلال التعليم الإلكتروني مثلا؟ نعم، يعني كما تعلمون الحكومة التركية ووزارة التربية والتعليم التركية قررت التعليم عن بعد للتعليم الأونلاين. يعني لابد، يعني أنا أعتقد يعني اعتقاداتي يعني جميع الدول واجهت صعوبة في التعليم الأونلاين لأنه ولا دولة كانت مهيئة حالها للتعليم عن بعد. يعني في يعني ما حد كان عارف إنه راح تجينا هاي الأزمة الوباء. ففي النهاية فقررت وزارة التربية والتعليم عمل برنامج التعليم عن بعد، ولكن هناك بعض الطلبة مش فقط الفلسطينيين غير الفلسطينيين واجهت صعوبات كبيرة في البداية، ولكن الآن يعني نطمئن أهالينا وعائلاتنا إننا نأخذ دروسنا بشكل منتظم ويتم التواصل مع الجامعات التركية عبر الإيميل عبر الاتصالات على الهواتف الجامعية. الآن الجامعات التركية مغلقة، يعني ما حد بروح الجامعة أبداً. تعاضد الجالية الفلسطينية وأعضائها مع كل الطلبة الفلسطينيين سواء في هذه الجامعة أو مختلف الجامعات التركية التي ينتسب إليها طلاب فلسطينيون، كيف بيكون أشكال التكاتف أشكال التعاون لكل حدا ممكن بيحتاج لغرض معين؟ ممكن في كتير طلاب كانوا يعني على يعني ناويين على ممكن القدوم لهذا الوطن، لكن بسبب كل هذه الأجواء تم إلغاء الرحلات إلغاء كل هذه الزيارات، وبالتالي أشكال التعاون والتكاتف اللي أنتم بتحاولوا أنكم توفروها في تركيا فعليا للتكاتف مع الطلبة الفلسطينيين. يعني هناك تقريبا لابد من شكرهم طبعا
على جميع، هناك جميع كثيرا من المؤسسات الفلسطينية التي تقوم بتقديم المساعدات من السفارة، من القنصلية، من جاليتنا الفلسطينية المتواجدة في إسطنبول. يعني كمثال، قبل يومين تم توزيع كمامات، كفوف، معقمات، وجبة غذائية، كروت توعوية يذهبون إلى الماركت يشترون ما يشاؤون. في هناك تقارب الفلسطينية بتسديد إيجار البيوت عن بعض الطلبة. ولكن يعني الوضع اليوم نوعا ما، ولكن الوضع ممكن أن يذهب إلى الأسوأ. كما تعلمون يوميا في تركيا حالات الإصابات بفيروس كورونا، ولكن إحنا كطلبة فلسطينية أنا وجميع أصدقائي المتحدثون في قرارات الحكومة التركية وقاعدين في البيت يعني بالعربي يعني. نعم، وبالتالي محمد رسالتكم اليوم بتوجهوها لأهالي كل الطلبة الفلسطينيين الموجودين في تركيا فعليا، إيش بتحبوا توجهوا لهم رسالة بالنيابة عن كل أبنائهم فعليا؟ يعني هناك في بعض الصعوبة في التحويلات المالية من بعض المدن الفلسطينية. يعني هناك شاب صديقي تم تحويله نقود من مدينة الخليل، ولكن هناك بعض صديقي الثاني من بيت لحم لم يصلوا على الحوالات المالية، ولكن هو يعني يتلقى بعض المساعدات من بعض الجهات. وأنا يعني اليوم حابب أشكر كثير شباب فلسطين اللي عرفنا فيهم بالغربة، شباب الخليل اللي تم تجميع بعض عدد من المبلغ المالي ومساعدة أصدقائهم البعض، في مساعدة أصدقائهم الذي ضاقت بهم السفن. يعني هذا إشي بيرفع رفع الفلسطيني وين ما راح صراحة. يعني نعم، احنا اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح محمد، لك ولكل الطلبة الفلسطينيين الذين يكملون دراساتهم في الجامعات التركية المختلفة. نتمنى لكم السلامة واخذ احتياطاتكم واجراءاتكم الوقائية تحسبا لتفشي فيروس كورونا، واكيد يعني احنا يعني بندعمكم في عملية ايضا خطواتكم في سبيل اسناد ودعم كل الطلبة الذين هم لا شك بحاجة نوعا ما في ظل هذه الأجواء. شكرا جزيلا محمد خضر، ممثل طلبة فلسطين في ممثل طلبة فلسطين في جامعة التنباش وعضو لجنة المساعدات في الجالية الفلسطينية. محمد، هل عندك إضافة معينة؟ نعم، عندي ملف الإجلاء، هذا أهم ملف الصراحة. يعني ملف إجلاء طلبتنا الفلسطينيين وعائلاتنا الفلسطينية العالقين على أراضي الجمهورية التركية، كما قيل سفيرنا دولة فلسطين في تركيا الدكتور فهد مصطفى. ملف إجلاء الطلبة هو الملف الذي يتابعه سفيرنا بشدة، ولكن كما تعلمون المشكلة في هذا الجانب هي المتعلقة في إغلاق الحدود في الدول المجاورة التي يمكن للفلسطينيين العبور من خلالها. نقصد بكل تأكيد الدول التي حتى لم تقوم بإجلاء مواطنيها هي الأردن الشقيق والجمهورية المصرية. الجمهورية المصرية من أجل أهلنا الذين يريدون الذهاب إلى قطاع غزة، والأردن الشقيق من أجل أخواتنا الذين يرغبون في العودة إلى الضفة الغربية. نعم، إن شاء الله. العائلات يعني كثيرنا سفارتنا في فلسطين تعمل جهودها لإجلاء العائلات والطلبات الفلسطينيين من الجمهورية التركية. نعم، نتمنى إن شاء الله السلامة والعافية وحل كل هذه الإشكاليات وكل الصعوبات بأقرب وقت إن شاء الله. شكرا مرة أخرى محمد، اللي أكيد اليوم بحدثنا نيابة عن كل زملائه وكل الطلبة الفلسطينيين. أكيد إحنا بنبعت وبنوجه تحياتنا لكل شخص فيهم من خلالك محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا تلفزيوني، صباح الخير، ونتمنى لكم ان شاء الله امل للاصابين في فلسطين. وشكرا ثاني مره للاطمئنان على العائلات الفلسطينيه وطلبه فلسطين في الجمهوريه التركيه، وكل الشكر كل الاحترام، ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، وجمعه مباركه.